بعد مرور ساعة على فحص الـ ESR أخذناه بالفيديو السابق، هسه لاحظ الـ ESR كيف إنه فصلة البلازما عن كريات الدم الحمراء، ولما نلاحظ إنه الحد عندنا واصل لحد 8، معناته هناك شنو عندنا؟ عندنا زيادة بالـ ESR، زيادة بالـ ESR تعزى إلى أنه هناك يا إما فسيولوجي كما بالبريجننت تكون زيادة، أو بعض الأحيان إنه اللي هي دلالة على أنه عنده انفلاميشن التهاب. هذا الالتهاب او بعض الاحيان عنده بالليفر ديزيز، لان زياده بتكوين البروتينات بعض الاحيان بالليفر ديزيز، او خاصه بعض الاحيان نقول هذا الفحص نستخدمه لي وما كان للتيومر ايضا، انه التيومر فراح عندهم زياده بالاي اس ار. هنا قرات عندنا الاي اس ار كما موضح بهذا اليوتيوب. هاي طريقه الوستر جرين ميثود اللي قلنا هي تكون سنسيتيف ميثود. نهنا نخلص محاضرتنا لفحص الاي اس ار، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.